الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. وزير البترول يعلن توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1,000,000 وحدة سكنية خلال العام المالي الماضي. أخبار الثانية، مرحبا بحضراتكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت. ومن جانبه أعرب أمير دولة الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وأمن واستقرار. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ومن جانبه أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للسيد الرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وأمن واستقرار. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق والأمن والسلام والاستقرار. ومن جانبه أعرب الرئيس العراقي عن الامتنان للسيد الرئيس، معربا عن تمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبا. كذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للعراق وشعبها دوام التقدم والرخاء. من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن الامتنان للسيد الرئيس، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار. كذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجزائر وشعبها دوام التقدم والرخاء. من جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن الامتنان للسيد الرئيس، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار. وصل حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة اقتداء بسنة الرسول الكريم. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، ويصلون فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة. ويقتصر الحج هذا العام على 60,000 فقط من المقيمين في الأراضي السعودية بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا. وقد اتخذت السلطات السعودية كافة الاستعدادات اللازمة لضمان تأدية الحجاج للمناسك بسهولة ويسر. هذا وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية بتوفير خدمة واي فاي لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطط الحج لهذا العام. وتتيح الخدمة للحجاج تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية وتحميلها على الأجهزة الذكية بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج والاستفادة أيضا من التقنيات الحديثة والتوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا وتسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.
ومشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا من مدينه ابها السعوديه دكتور محمد عبد الله ال زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. تحيه لك وكل عام وانت بخير دكتور. ما هي ابرز الاجراءات التي اتخذتها المملكه العربيه السعوديه لتنظيم هذا الموسم الاستثنائي للحج على اثر جائحه كورونا؟ شكرا على الاستضافه، واهني الشعب المصري بمناسبه هذا اليوم، هذا العيد المبارك. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الحجاج حجهم وان يسهل امورهم. المملكه عملت كل استعداداتها وكل احتياطاتها لخدمه الحجاج. ومع ان هذا الموسم موسما استثنائيا كما كان ايضا موسم العام الماضي. نعم. ولكن دائما الاحتياطات وكل ما يخدم الحجاج تحتفظه الحكومة السعودية احتياطات كاملة، سواء كان العدد 100,000 أو مليونين. ولكن هذه السنة نلاحظ سهولة الأمور والحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، هذا في الدرجة الأولى. ولذا عملت كل ما بوسعها من أجل سلامة الحجاج باستخدام التقنية الحديثة، بالتوعية الواضحة، الخدمة المباشرة لكل حاج في كل ما فيه مصلحة وسلامة لهذا الحاج. والحمد لله اليوم وصلوا إلى يعني أدون المشعر الكبير في عرفات، ومروا بسلام في كل المناطق التي مروا بها، وإن شاء الله تكمل مراسم الحج بيسر وسهولة كما بدأت بحول الله بإذن الله. دكتور محمد، ماذا أيضا عن الإجراءات المستحدثة أو التقليدية التي اتخذتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المشاعر الأخرى؟ اتخذت كل الاحتياطات، سواء من الناحية الصحية، النواحي اللوجستية، من ناحية الأمن وخدمة الحجاج في المياه، في الصحة، في الطرقات، في المواصلات، في الخيام المعدة لهم في منى، وأيضا لدرجة تخفيف درجة الحرارة على الحجاج، يعني غطت في السماء عرفات برشاشات تخفف وطأة حرارة الصيف، تعرفين احنا في موسم الصيف الآن. فإذا لا أعتقد أن هناك خدمة تستطيع الحكومة السعودية أن تقدمها للحجاج إلا وقدمتها بكل أريحية وبكل صدق وبكل أمانة. وهذه طبيعة المملكة العربية السعودية التي صرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج المعتمرين. صحيح. أيضا المملكة وفرت خدمة واي فاي لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات، إلى أي مدى ساهم ذلك في توعية الحاج وتسهيل انتقالتهم؟ أعتقد أن الآن نحن نعيش في عصر التقنية، والمملكة من أوائل الدول التي وظفت التقنية في كل مجالات حياتها، وخاصة في مواسم الحج منذ فترة مبكرة. ولكن يبدو أن التقنية في هذا الموسم بلغت ذروتها، والمملكة تواكب دائما كل ما جد على التقنية من أجل خدمة الإنسان، خدمة الحاج، تسهيل أموره. وأيضا الحجاج لم يعدوا أولئك الذين كانوا في الأزمنة الماضية، أصبح الكثير منهم على بينة وعلى معرفة والتوعية هي أهم شيء للحجاج لكي يساعدوا الحكومة وأجهزتها على تسهيل أمورهم. نعم. نشكرك جزيل الشكر وكل عام وحضرتك بخير دكتور محمد عبد الله ال زلفى، عضو مجلس الشورى السعودي السابق. وقبل فجر يوم عرفة تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة المكونة من 56 قطعة، وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الكسوة تستهلك نحو 670 كيلو جرام من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلو جرام من أسلاك الذهب، و100 كيلو جرام من أسلاك الفضة. ما
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا 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 شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك. واستعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك غدا، وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المديريات على مستوى الجمهورية بالقيام بحملة نظافة وتعقيم واسعة، مؤكدا ضرورة مراجعة علامات التباعد واستكمالها بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة العيد. كما شدد وزير الأوقاف على حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك. وفيما له صلة، أكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بضوابط صلاة عيد الأضحى وإقامتها بالمساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط. أؤكد على إقامة صلاة العيد بجميع المساجد التي تقام بها الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات، مع تأكيدنا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا في المصليات ولا في المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الساحات ولا في الطرقات ولا في الشوارع، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وفي سائر الصلوات من اصطحاب المصلى والالتزام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي، سائلا الله عز وجل أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال الخطط الأمنية المستحدثة وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع وضمان الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. وزارة الداخلية مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين، مستعدة دائما لتأمين كافة الفعاليات واحتفالات المصريين بالأعياد. خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين. أمن المواطن رسالتنا. رفعت بريطانيا جميع القيود
الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في اليوم الذي أطلقت عليه اسم يوم الحرية، وذلك رغم ارتفاع عدد الإصابات، الأمر الذي يثير قلق الكثيرين من العلماء والمسؤولين السياسيين. وتوافد محتفلون في العاصمة البريطانية لندن للاحتفال بالتخلي عن قيود لمكافحة كوفيد-19 منذ بدء الجائحة العام الماضي. أفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه سيتعين على المواطنين السعوديين تلقي جرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 قبل التمكن من السفر إلى خارج المملكة، وذلك اعتبارا من 9 أغسطس القادم. وذكر البيان أن القرار تم اتخاذه نظرا لما تشهده دول العالم من ظهور لموجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات. يطلع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون مجلس الأمن الدولي اليوم على نتائج اتصالاته مع الأطراف الدولية الفاعلة المعنية بالملف السوري، وذلك خلال جلسة تشاورية يعقدها المجلس حول الوضع السياسي في سوريا. ويستعرض المبعوث الأممي الذي سيطلع المجلس على نتائج اتصالاته مع الحكومة السورية وكذلك اتصالاته مع تركيا وروسيا وقوى المعارضة السورية، وهي اتصالات جرت على هامش اجتماعات وزارية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي. تبدأ جولة محادثات جديدة الأسبوع المقبل بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بما في ذلك بعدما انتهت جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة دون تحقيق تقدم ملموس. وبعد ساعات من إخفاق اجتماع للسلام في الدوحة في التوصل إلى هدنة، أصدرت 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة الأفغانية كابول بيانا مشتركا لحث حركة طالبان على وقف الهجمات العسكرية في أنحاء البلاد. وشدد البيان على ضرورة وقف الهجمات خلال عيد الأضحى المبارك. نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 15 عنصرا من المسلحين المتمردين من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة دون الضرار لحقت بالمدنيين. ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، يواصل الجيش الصومالي ملاحقة فلول الإرهابيين. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تجدح عددا من الدول الأوروبية إلى 200 قتيل، بينهم 165 في ألمانيا وحدها. وقالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل إن الأضرار التي سببتها الفيضانات في غرب أوروبا تفوق التصور. وخلال تفقدها لبلدة شولد القريبة من بون والأكثر تضررا جراء الفيضانات التي أدت إلى مقتل 112 شخصا فيها، تعهدت ميركل بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار في البلدة تقدر بثلاث 300 مليون يورو. يواصل الآلاف من رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من غابة الغرب الأمريكي والكندي، ونشر نحو 18,000 عنصر بل نشر في الولايات المتحدة، حيث اندلع 80 حريقا كبيرا أتوا حتى الآن على 4,600 كيلومتر مربع من الغابات. وكانت أشد الحرائق فتكا في ولاية أوريغون، ولا يزال خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير رغم الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء لإخماده. ومن المحتمل أن يتفاقم الوضع أكثر مع توقعات خبراء الأرصاد بارتفاع درجة الحرارة المصحوبة بالعواصف الرعدية الجافة خلال الأيام القليلة المقبلة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا أجرت اختبارا لصاروخ كروز يتخطى سرعة الصوت من طراز زيركون، وتمكن الصاروخ من ضرب هدف قرب ساحل بحر بارنتس على بعد أكثر من 350 كيلومترا. وذكرت الوكالة أن الصاروخ تم إطلاقه من على متن سفينة حربية في البحر الأبيض، وهي الفرقاطة أدميرال غورشكوف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن هذه الصواريخ هي جزء من جيل جديد من الأسلحة الروسية التي بمقدورها استهداف أي بقعة على وجه الأرض تقريبا، ومراوغة أنظمة الحماية الأمريكية من الصواريخ. قام المهندس كامل الوزير وزير النقل بتكريم عدد من قائد القطارات وعدد من العاملين بهيئة سكك حديد مصر ممن قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ونعم خاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، مما حافظ على أرواح المواطنين والركاب. الحضور الكريم
عقد لقاءات مع العاملين بالسكك الحديدية بشكل دوري أمر يحرص عليه وزير النقل المهندس كامل الوزير للاستماع إلى مقترحاتهم في تطوير نظم عمل الهيئة، وأيضا لمكافأة المتميزين على أعمالهم البطولية في إنقاذ أرواح المواطنين. من أول أنا رئيس الهيئة، النواب، رؤساء الإدارة المركزية، غيره غيره المديرين، لحد القائد القطار والكمساري وعامل المزلقان، كلنا كل واحد فينا لنا دور، وكل واحد فينا مفروض يعمل دور. لو كلنا عملنا أدوارنا هيئتنا دي إن شاء الله إن شاء الله هتبقى في السماء. المكرمون أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن منع المخاطر أو الحوادث كانت على وشك الحدوث هو أمر يحرص عليه حفاظا على أرواح الركاب ومرتادي هذا المرفق الحيوي. مثلي لحظات تاريخية وحاجة كبيرة قوي 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 في حياتي، حاجة بالنسبة لي للعمر وللذكرى ولأولادي وقدوة لزملائي وأمثالي في العمل. بيدي دفع للأمام وبيدي معنوية حلوة جامدة جدا للإنسان وإن هو يجتهد أكتر من الأول. يعني أنا أول مرة أتكرم ومبسوط طبعا، أنا بتكرم ومبسوط من سيادة الفريق إن هو كرمنا ومهتم بالعمال الهيئة. حاجة كبيرة جدا لما سيادة الفريق يكرمنا، طبعا أكيد موقف ما تنساش يعني. دي طبعا لفتة جميلة من سيادته، ودي طبعا بتدينا ثقة أكتر إن احنا الواحد يكون حريص في شغله ويخلي باله من شغله. تقليد ومبدأ أرساه وزير النقل والمواصلات بتكريم عدد من العاملين بالوزارة، وذلك نظرا لتميزهم في بعض الأعمال الإنسانية التي أنقذت أرواح المواطنين، وأيضا اللقاءات الدورية المستمرة للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير هذا المرفق الهام. من محطة مصر، كريم كمال، التلفزيون المصري. أثنى المواطنون على ضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بالمنافذ الثابتة، وأكدوا أن ضخ تلك الكميات من اللحوم ساهم في توفير كل احتياجاتهم من اللحوم بتخفيضات تصل إلى 40%. على أبواب كل منفذ أعد لبيع اللحوم الطازجة والمبردة بدا الأمر على هذا الحالة، كثافة في الإقبال وتخفيضات كبيرة في الأسعار تصل في البعض منها إلى 40%. الأول كان بيجينا مثلا من عجلين لثلاثة، دلوقتي في الأيام العيد بتوصل من 15 عجل يوميا ومن 20 ل 25 خروف ضاني. ففي أكثر من 1300 مجمع استهلاكي توفرت اللحوم سواء أكانت سودانية أو مبردة. عمليات الضخ اليومية لها قد زادت هذه الأيام بضعفين لتلبية احتياجات المواطنة من تلك اللحوم. فيها نسبة توفير فرق من هنا لبرة على الأقل 30 جنيه 40 جنيه في الفرق في الكيلو. الحمد لله مبسوطة وسعر كويس تمام، والراجل ده نظيف بيقطع عطيات حلوة. الأمر أيضا بالمنافس الثابتة لم يتغير كثيرا، فالضخ اليومي للحوم لا يتوقف هذه الأيام خاصة للسودانية منها. الكميات اللي بنضخها خلال اليوم احنا بنذبح تقريبا 300 عجل جاموسي يوميا بتوزع على المنافذ، وغير الخراف الحية والخراف البلدي والخراف المجمدة. كل هذا انعكس على رد فعل المواطنة، فالحديث معهم جاء بحالة رضا كبيرة خاصة مع التخفيضات الموجودة على تلك اللحوم. اللحمة تمام وموفرة وتمام الحمد لله وصارة حلوة، بيوفر حوالي ربع المبلغ يعني 25-30%. بذلك تكون الدولة قد نجحت في تلبية احتياجات المواطن من اللحوم، ونجحت أيضا في تخفيف العبء عنه خاصة بعد التخفيضات الموجودة على تلك اللحوم والتي تصل إلى 40%. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. حديقة الحيوان تعد مقصدا رئيسيا للأسر المصرية خلال الاحتفال بمختلف الأعياد والمناسبات، ومع حلول عيد الأضحى المبارك يحرص القائمون على الحديقة على إنهاء استعداداتهم لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد. ساعات قليلة ويستقبل المصريون عيد الأضحى المبارك، كل عام أنتم بخير. ولأنها المقصد الرئيسي في مختلف الأعياد والمناسبات، يحرص القائمون على حديقة الحيوان بالجيزة على وضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال المحتفلين خلال أيام العيد المختلفة. لمسات شملت في طياتها المجالات الترفيهية والاحترازية والإجراءات الوقائية لصحة الحيوانات. في استعداد في أكثر من محور، يعني المحور الأول يمكن اللي استجد علينا هو الإجراءات الاحترازية من
حيث الدخول بالكمامة، قياس درجات الحرارة عن بعد، في تحديد الكثافة داخل الحديقة عشان نضمن تباعد اجتماعي. أيضا يمكن من الأنشطة المهمة أيضا اللي احنا يعني افتتحناها أنشطة ترفيهية عموما عشان الناس تقضي يوم متكامل داخل الحديقة، زي منطقة ملاهي بألعاب كهربائية على أعلى مستوى اتعملت. لازم ننظف المكان ونطهره عشان يبقى حتى بريحته حلوة. بالنسبة للحراسة زي ما احنا بنحرس الحيوان وبنحرس بالزاير، لأن الحيوان حد يلمله أكل مش مطابق لأكل الحيوان، زي مثلا ده بياكل فاكهة، الشمبانزي بياكل فاكهة بيعيش على الفاكهة، ما ادوش أنا كنز، ما ادموش سمك، ما ادموش سجاير، ما ادموش طوب، ما ادموش حاجات دي، حاجات غلط غلط على الحيوان. تبقى حريص على المكان بتاعي في استقبال الزوار، بحيث ان الزائر لما يجي هو واسرته واولاده تبقى فرحان وتبقى سعيد وبيقضي يوم جميل. وحتى قبيل قدوم العيد تمثل الحديقه ملاذا يتصدر اختيارات الزوار لقضاء يوم عطله مميز وسط المساحات الخضراء وفصائل الحيوانات المختلفه. انا شايفه ان في تجديد وتصليح جامد، وانا مش عايشه هنا، انا عايشه بره مصر، انا عايشه في امريكا، وما جيت انا عارفه ان الزو بتاعت الجيزه يعني احلى زو على مستوى العالم تقريبا، فقلت لولادي لازم نيجي ان احنا نشوفها هنا، وهم مبسوطين جدا على فكره. انا شفت انيمالز كتيره زي الغزاله والزرافه واللاينز والاسد والحاجات دي، بس اللي عجبني ان انت تقدري تاكلي الانيمالز. انا جيتها من حوالي كمان 5 سنين، لا في اختلاف عن دلوقتي، يعني قال الاحسن طبعا، المكان بيتطور، المعاملة أحسن. القائمون على الحديقة وللحفاظ على الإجراءات المختلفة المتخذة ناشدوا زوارها الالتزام بعدد من الإرشادات لقضاء عطلة عيد سعيدة. بنوصي الأسر المصرية اللي داخلة أهلنا اللي داخلين إن هم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، الحفاظ على منظومة النظافة داخل الحديقة، يعني الناس تهتم كده بتجميع المخلفات بتاعتها في أقرب نقطة مخلفات، والحديقة نظيفة الحمد لله، نحافظ على نظافتها. التوصية الأخيرة هي التعامل مع الحيوان طبقا لتعليم الرفق بالحيوان ومن خلال الحارس المخصص ليه. لتستعد حديقة الحيوان بحلتها الجديدة لاستقبال الزوار على مدار أيام العيد المختلفة. كل عام أنتم بخير. سارة متولي، التلفزيون المصري. أخبار الاقتصاد، أهلا بكم. أكد وزير البترول طارق الملا نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020-2021، لافتا إلى أن هناك 88 منطقة في 14 محافظة قد تم توصيل الغاز إليها هذا العام لأول مرة. وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 12,320,000 وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وهو ما يوفر سنويا حوالي 222 مليون اسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات. رصد المكتب الإعلامي لوزير المالية حالة الإقبال المتزايدة قبيل عيد الأضحى المبارك من المواطنين وأبنائهم على مقر مصلحة الخزانة للحصول على النقود التي يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفي والعملات المعدنية الفكة. وذكرت الوزارة أن عملات الفكة تحمل صورا من المشروعات القومية، خاصة مبادرة حياة كريمة باعتبارها أيقونة الجمهورية الجديدة، إضافة إلى فكة المومياوات التي تخلد ذكرى حدث موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تستهدف تنفيذ 120 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي خلال العام المالي الحالي باعتماد 600 مليون جنيه للأسر الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجا. وقال شعراوي إن الوزارة انتهت من تنفيذ
وثمانين ألف وصلة متزايدة بعدد 106 قرى لخدمة حوالي 850 ألف مواطن، موضحا أنه في ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن الشركة تتولى تحصيل تكلفة أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين وبما لا يزيد على 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك. تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بعد أن تغلبت أوبك بلس على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان. وانخفض الخام العالمي مزيج برنت أكثر من دولارين بما يعادل 2.7% ليصل إلى 71 دولارا و58 سنتا للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 2.8% ليصل إلى 69 دولارا و75 سنتا للبرميل. ومشاهدينا الكرام، نهاية النشرة، نشرة الثانية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع قادة وزعماء عدد من الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفة الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم. مسبيرو دوت اي جي للمزيد، وكل عام وحضراتكم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بخير محمد، وايضا شروق زميلتي العزيزه، وكل عام وحضراتكم مشاهدينا الكرام بكل خير. عيد اضحى سعيد، دمتم في امان الله.